السلام عليكم، معكم قناة ديال أجونس زرابي. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد لابارتمون اللي كتكرا في حي المطار في ناظور الجديد. المساحة ديالها 140 متر مربع، إقامة نقية، كاين فيها لاسانسور. بالنسبة لابارتمون كما قلنا المساحة ديالها كبيرة، فيها ثلاثة ديال لي شومبر، صالون، كويزين وجوج ديال الحمامات. هادي هي لا كويزين إكيبي. طبيعة الحال الدار هادي كتكرا يا اما خاوية او لا بالفراش. هادي لا كويزين ديالها، عند السرج مع الباتيو، فيها واحد صالا مونجي صغيرة، واحد لا طابل هنايا. دار نقية. هنايا الصالون في هاد البلاصة، هنايا هاد السيجور هنا، وعاد كاين الصالون من لهيه كبير، عنده بالكون على الشارع. يعني كاين الصالون وجوج ديال البيوت عندهم البالكون على الشارع. لي ريدو الكتريك. الا كنتو مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بالرقم اللي في اسفل الشاشه او لا تزورونا لاجونس ديالنا اللي جايه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريد شوسي. هنا كاين البيت الاول، عنده الشرجم على الباتيو. هنا الحمام الاول، والحمام الثاني جاي مع الشومبر الاخرانيه. باقي غنشوف واحد الشومبر اخرى، عاد نشوفو الاخرانيه. بالنسبه للابارتمون جاي في موقع مزيان، كطل على الجرده، قريبه من كاع المرافق، الحوانت وكل شيء، المدارس ولا ترونسبور. هنايا هادي بحال جات بوحدها عند الباب على برا، كتدخل كتوصل للحمام والبيت اللي عنده بالكون على الشارع. ثمن الكراء ديال هاد لابارتمون هادي خاوية 3800 درهم. ثمن الكراء ديالها مفرشة 6000 درهم، على حسب المساحة ديالها 140 متر كما قلنا، جاي في موقع مزيان بزاف. حتى نتوما الى كان عندكم شي عقار بغيتو تكريوه اولا تبيعوه، ما عليكم الا تتصلوا بنفس الارقام. وما تنساوش تزوروا السيت ويب ديالنا اللي هو www.agentzarabi.com، وان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.